مجزلاً با من تلفزيون وطن، أهلاً بكم. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط جنوب إسرائيل ظهر اليوم الأحد دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، وفقاً لما نشرته المواقع العبرية. وقعت 80 منظمة أهلية على نداء للمجتمع الدولي بمناسبة مرور عامين على انعقاد مؤتمر المانحين بالقاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة. أكدت دراسة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماسا أن 5% من مجمل الأموال التي قدمها المانحون للفلسطينيين منذ عام 2012 وحتى عام 2014 استفاد منها القطاع الخاص. كما أكدت الدراسة التي عرضت اليوم خلال ندوة أن نسبة مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني 63% من مجمل الناتج المحلي عام 2014. كمية الدعم المباشر التي خصصت له من المانحين لا تتجاوز 5.7%. الشيء اللافت اللي احنا وصلنا له انه 20% من المعونات الموجهة للقطاع الخاص ذهبت للقطاع الزراعي، وكان الاعتقاد بأن القطاع الزراعي مهمل ولا يتلقى معونات بصورة كافية. لقيا مواطنان مصرعهما اليوم جراء انقلاب مركبتهما وسقوطهما في منحدر عميق في طريق وادي البيذان شمال شرق مدينة نابلس. نختم الموجز مع حالة الطقس، حيث من المتوقع أن يكون الجو غدا الاثنين صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ولمزيد من المعلومات والتقارير الأخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. نهاية الموجز، في أمان الله.